الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا ند لك من عالم الذر الخفي أو الفلك، ما سار أو ما طار أو ما كان من جن وملك، إلا وقد شهدوا بأن الملك لك. الحمد لله على توفيقه وفضله ومنه وجوده، ثم صلاة الله والسلام ما ناح طير الأيك والحمام على النبي المجتبى البشير الهاشمي المصطفى النذير، وآله ما أبلج الصباح، وصحبه ما هبت الرياح. يا رب صل على النبي محمد ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا رب صل على النبي محمد ما أمت الزوار مسجد يثربا، يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم، وعلى صحابته المقرر فضلهم، وعلى قرابته الذين هم شادوا بنوا زانوا هدوا باءوا حموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعلى التابعين بإحسان لهم فهم حفظوا لما نقلوه منهم عنهم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، هذا يوم عظيم من أيام الله ومن شعائر دين الله، ألا وهو يوم عيد الفطر، وهو أول يوم من شوال الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيه بالناس إلى الساحات فيذكرهم بأنعم الله ويوصيهم بتقوى الله ويظهر فيهم شعائر الله ويأمرهم بأمر الله وينهاهم عن نهي الله. ويأتي هذا اليوم ويعود كل عام على المسلمين بعد أن يؤدوا هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصيام التي يتقبلها الله سبحانه وتعالى ويجزي عباده الصائمين ما لم يوكل به عبدا ولم يوكل به مخلوقا، وإنما اختص الله سبحانه وتعالى به إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. العيد، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد للناس يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا عيدان يلعب الناس فيهما، فقال قد أبدلكم الله تبارك وتعالى، أبدلكم الله جل وعلا خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، فهو من خصائص الأعياد أن يفرح المؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أول ما يوصى به في هذا العيد تقوى الله تبارك وتعالى، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في فضيلة الصيام وفي حصيلته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه: ينادى يوم القيامة أين المتقون؟ قال: فيقومون إلى كنف الرحمن تبارك وتعالى لا يحتجب عنهم ولا يستتر. فقالوا لمعاذ: ومن المتقون؟ قال: من لم يشرك بالله شيئا، ولم يعبد الأوثان، وأخلص لله العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والتقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. من أعظم ما في العيد أنه من نعم الله، وأنه يذكر بتوحيد الله الذي هو حق الله على العباد، كما قال سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حقا واجبا عليهم. أول واجب على العبيد إفراد رب العرش بالتوحيد. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال الله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذا حق الله علينا، وهذا أساس الدين، وهذا أس الملة عباد الله. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله. لا تذهب إلى غير الله في طلب النفع أو في دفع الضر، ولو كان وليا صالحا، أو كان ملكا مقربا، أو كان رسولا نبيا من أهل الجنة، أو كان صحابيا مرضيا. لا تذهب إلى صاحب قبر أو إلى صاحب ضريح ترجو منه الشفاء والنفع والضر، فإن ذلك حق الله تبارك وتعالى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا هو الأساس الذي به تقبل الأعمال، وبه ترفع الدرجات، وبه تمحى السيئات، وبه يدخل الإنسان الجنة، وهو منشور الولاية ومفتاح دار السعادة، وبه ينال الإنسان الشفاعة. فعليك عبد الله بتعظيم الله والخوف من الله ورجاء ما عند الله تبارك وتعالى. حقق
توحيد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم لا ننسى الوصية باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وبينه لنا، وما ترك شيئا يباعدنا عن الله إلا وحذرنا منه. تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنشهد أنه بلغ الرسالة ونشهد أنه أدى الأمانة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير ما جزى نبيا عن أمته. فلا نعبد الله إلا بشرعه، ولا نتبع أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعتقد العصمة في أحد إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطاع فلا يعصى، ويصدق فلا يكذب، ويتبع أمره وينتهى عن نهيه، ويعبد الله جل وعلا بما شرع. لا يعبد الله بالبدع ولا الخرافات ولا ما خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة ليس عليها خاتم رسول الله فهي باطلة ذاهبة ضاحدة، تبعد العبد من ربه ولا تقربهم إليه. ولن يصل العباد ولو سلكوا كل طريق إلا بطريق محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا عباد الله أن نعرف رسولنا، وأن نعظمه، وأن نوقره، وأن نتبعه، وأن نعظم شرعه، وأن نتعلم دينه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه وأن يشفعنا فيه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لا تخرج الأمة مما هي فيه إلا بالاعتصام والاجتماع، وإلا بأن تكون لحمة واحدة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يضعف الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فعلينا عباد الله أن نجتمع على ولاة أمورنا، وأن لا نخرج عليهم لا بالكلمة ولا بالسيف والسنان، وأن لا نغشهم، وإنما علينا أن نأتمر بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو الله تبارك وتعالى أن يسددهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحضهم على فعل الخير وعلى الرحمة بالمؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد أن يخص النساء بالموعظة، فنوصيهن بتقوى الله: فاتقين الله في أنفسكن يا نساء المؤمنين، اتقين الله تبارك وتعالى في أبنائكن، في أبنائكن، فعلمن الأبناء الأخلاق الطيبة والتعامل الحسن والدين القويم والشرع الصحيح. رب الأولاد على محبة المساجد، على طاعة الوالدين، على توقير الكبير واحترامه،
على التعامل الحسن، واتقين الله في أزواجكن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ فسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه رسول الله وقال له: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فعليك أن تطيعي زوجك في المعروف، وألا تقدمي على طاعته لا أخا ولا عمة ولا أختا ولا خالة ولا أحدا من الناس لعظيم حقه عليك. وعليك ألا تدخلي بينك وبين زوجك أحدا حتى لا يفسد عليك البيت، وحتى لا يفسد المودة التي بينك وبين زوجك. فاتق الله سبحانه وتعالى، واتقين الله في أنفسكن، فلا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، واتقين الله تبارك وتعالى، ولا تلبسن الضيق من الثياب، وعليكن بالحجاب الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. فأبشرنا إذا أطعتن أزواجكن وأتيتن بالفرائض التي أمركن الله سبحانه وتعالى، وأكثرن من النوافل والطاعات، وتعلمن الدين، ولا تذهبن إلى الدجالين الذين يفسدون عليكم البيوت، والذين يدخلون عليكم السوء والغم والنكبات. فعليكم علينا جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ليس بانقضاء شهر رمضان قد انتهى الصوم، ولا انتهت العبادة، ولا انتهت الصلاة، فقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام بعد شهر الله رمضان في شوال، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فيشرع للمسلم إذا كان عليه قضاء أن يقضي ما عليه من صوم، ثم يتبع ذلك بستة أيام من شوال متفرقة أو مجتمعة في أول الشهر أو في أوسطه أو في نهايته، أن تكون ستة أيام يستحب للمسلم أن يصومها، فيكتب الله له تبارك وتعالى صيام السنة كلها، وهذا من الأجور العظيمة. عباد الله، علينا أن نتناسى الأحقاد، وأن نتواصل، وأن لا نتقاطع، وأن لا نتدابر، فإن العيد فرصة طيبة للتواصل ولصلة الأقارب والجيران والأرحام ولمزيد الألفة، فمن قطعك فصله. كما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يواصل مواصلتهم وبرهم والذهاب إليهم. قال: فإنك وأنت تفعل ذلك فكأنما تسفهم المل. قال العلماء: أي الرماد الحار. فاتصل على القريب وعلى الجار وصله واذهب إليه، واعلم أنك في ذهابك إلى هذا القريب وإلى ذي الرحم وإلى الجار أنها حسنات يكتبها الله لك، تجدها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهنئ المسلمين، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء العيد من طريق رجع من طريق آخر حتى يكثر السلام ويفشيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فعلينا عباد الله بإفشاء السلام
وأن لا يتكبر الإنسان على عباد الله، أن تسلم على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى، ولكن عليك عبد الله ألا يكون ذلك بالمصافحة، فإن ذلك مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وقلب مسرور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة في رمضان، اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة في رمضان، اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة في رمضان. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورزقك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم كفر سيئاتنا، اللهم كفر سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للأحياء والميتين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم، وجعل الله علينا وعليكم هذا العيد مباركا، والسلام عليكم ورحمة الله.